بكل الأحزاب التي تكون عندها علاقة بالجامعة هذه وكذلك الجمعيات والمنظمات، وخاصة طلبت أيضا بمعرفة مصادر تمويل حركة النهضة. احنا باش نكونوا واضحين الساعه، خلينا نرجع للديتاي. الساعه البارح انه رؤساء الكتل اجتمعوا للنظر في اللائحه والا لتقديم مقترحاتهم، لانه القانون ما يخول لهمش في رفضها والا قبولها، وفقط يعني باش يعديوها الجلسه العامه. لكن استغربنا انه البارح وقع معناتها احاله اللائحه هذه الى مكتب المجلس، وهذه فما مخالفه صايره. يعني احنا بالنسبه لنا احنا اللائحه هذه ما ثم حتى حد نجم يرفضها. النائب سيد فرجاني حكي على انه تمت احاله اللائحه لمكتب المجلس، وفما امكانيه انها ما تمرش لجلسه عامه، ما يتمش تحديد جلسه عامه لنقاش هذه اللائحه. شنو القانون اللي يخلو لهم الشيء هذا؟ ثم حتى قانون يخلو لهم الشيء هذا؟ الفصل 141 واضح وصريح، اي لائحه قد تقدمها اي كتله يقع النظر فيها والتصويت عليها في الجلسه العامه. في الجلسة ترفضها ما ترفضهاش هذيك ما تعليك الحق باش تعمل اللي تهم، لكن انك ترفض تمريرها الى الجلسة العامة وتصادر حق النواب في نقاش اي لائحة مهما يكون مصدرها من اي كتلة، هذا فيه مخالفة صريحة للقانون. وشفتوا انتم كيفاش تعدوا قبل زوز لوائح، قدموهم زوز كتل مختلفة وتعدوا الجلسة العامة واسالوا ما اسالوا من الحبل، لكن وقعوا في الاخر التصويت عليهم. كذلك على تقديم هذا الكم من اللوائح شوف، ما دامنا نخدم تحت القانون وفي تطبيق للنظام الداخلي ما ثم حتى حد يلوم علينا تطبيق القانون. ديما نقولوها ونعاودوها، اذا كان باش تقول لي ثم مشاريع اولى وثم كذا، نقول لك اللائحه هذه ما تعطل حتى شيء. هذه اللائحه هذه تخدم اون باراليل مع القوانين اللي قاعد نخدموا فيها اليوم، مع كل السير العادي للمجلس. هاكم تشوفوا قاعدين خدمه تمشي عاديه. اللائحه هذه ما تنجم تعطل في حتى جانب من جوانب المجلس، واللائحه هذه بالنسبه لنا احنا مهمه. اليوم تنظيم الاخوان تعرفوا انه مصنف ارهابي من عديد الدول ومن عديد البرلمانات العربيه والعالميه، واليوم قاعدين نلاحظوا انه تنظيم الاخوان في تونس قاعد يلعب في دور سلبي جدا، قاعد ياثر بطريقه سلبيه على الحياه تاع المواطن التونسي. قاعدين نشوفوا انه التنظيم هذا قاعد يخرب في البلاد ويخرب في المنطقه، مش كان في تونس، في شمال افريقيا كامل. وعلى هذاك احنا ما نجموش نسكتوا وما نجمو الا نمشيو في مطلب كما هذا. منذ بداية الفترة البرلمانية شفنا انه الحزب الدستوري الحر قام بجملة من التحركات الاحتجاجية، قمتوا بزوز اعتصامات، هل من الممكن ان يكون ثم تحرك احتجاجي ان لم تمرر هذه اللائحة لجلسة عامة؟ دع حتى تقع، نستناو الساعة من بعد نشوفوا، لانه ما كما قلت لك بليك ما عندهمش الحق باش ما يعديوهاش. اذا كان يحبوا ما يعديوهاش يعطيونا شنو الفصل اللي يستندوا عليه ويتفضلوا. لكن هكايا بان كوتيت معناتها انسان وحده يقرر ويحكم ويصادر الحق 217 نائب، هذا غير مسموح به. واليوم اذا كان ينديوا بالديمقراطيه ويتشدقوا بالديمقراطيه، ما عندهم ما يلزمهم الا يطبقوا الديمقراطيه ويطبقوا فصول النظام الداخلي والقانون.